أسات لطفية خير مرت عمي في شي؟ لا تقبريني بس ما أكون أجعستك وقلقت منامك. لا مرت عمي لا أنت بتموني. فهمي لطفية أنت بهون عليك بنت حماكي تغسل أوعيك وأوعي جوزي. أو شو علي مرت عمي إذا ما عندها شي تغسله؟ لك بنتي أنت جذبة ولا عم تجذبيها؟ لا مرت عمي أنا ماني جذبة. أنا عندي هون كل واحدة بتعرف شغلها وهذا الكلام بدك تحطيه حلق بأدانك. والله يا مرت عمي أنا ما حكيت شي مشان الله لا تزعلي مني. هاتي رأسك لبوسك. مرت عمي أنا عم بتضحى بالنوم غصبا عني لأنه بالسهرة كل ما بقول له لعصام قوم للنام بيقول لي خلينا كمان سهرانين شوي. طب أنا شو طالع بإيدي أعمل شو أعمل؟ يا لطفي لازم تورجي جوزك أنك شاطرة بكل شي بالغسيل والطبخ والنفخ مو بس بقط النوم وبالسهر. حاضر مرت عمي حقك على راسي. خلص شو بتحبيني أعمل هلأ بعد ما أفوت كمل نومتي؟ ولا شي ولا شي إن شاء الله أريضة ترضي. عم بحكي مع حيطان.